شو سهل التركيبة؟ هلأ معالي الوزير ما في غير حضرتك بيقدر يفتح الباب من برا، لأنه المكنة اللي ركبني لك يا جوا بتقرى بصمات إيدك بس. حلو كتير حلو كتير، فيي جرب؟ اتفضل لو سمحت بتحط إيدك على الباب. أوه حلو كتير حلو كتير، شفت معالي الوزير، هلأ رح جرب لك أنا. ما بيفتح. أوه رائع رائع رائع، هيك بتضمن معالي الوزير انه بغيابك عن الوزارة ما حدا بيقدر يفتح مكتبك، لانه سبحان الله ما في انسان بصمته مثل التاني. شوقي شوقي هيدا مستشاري. نعم معالي الوزير. حط ايدك هون. ميرسي شوقي. جمانة. نعم معالي الوزير. حط ايدك هون. ميرسي جمانة. حلو كتير. هيدا زلمة غريب، مش موظف عندي، بدي خليه يجرب. يا معلم يا خواجة. مرحبا معالي الوزير، أنا قصدك بي. لحظة حط ايدك هون. ايه فتح؟ لا مش معقول، يعني مين بيكون الأخ تبصماته مثلك؟ انت مين؟ معالي الوزير أنا فياض التك، بعتني لعندك الشيخ فوزي تتزبط لي قضيتي. فياض؟ انت الحرامي اللي سرقت البنك؟ ايه.